فيكم مع فنجان قهوة مع سحر. اليوم أول يوم بحكي بالعربي. هاي سميرة، thank you. Hey Alex, hello. اليوم أول يوم بحكي بالعربي، وأول شي بحب أشكركم إنكم شجعتوني كتير. بحب أشكر متابعيني من كندا، من أمريكا، من دبي، من السعودية. كتير أجاني messages إنه لازم أحكي بالعربي. قلت لهم يا جماعة في كتير ناس بيحكوا عربي أحسن مني. السبب الحقيقة هو أني كنت ساكنة في لندن، فأغلب الوقت شغلي باللغة الإنجليزية، وكنت بتحدث إنجليزي معظم الوقت لطولة هالمدة. ففي يمكن شوية مصطلحات أو تعابير ما بتقنها بالعربي، بدكم تسامحوني وبدكم تساعدوني. موضوع الحلقة اليوم الزوج السلبي، كيف تتعاملي مع الزوج السلبي. والحقيقة هو موضوع طويل. احنا في الحلقة الفاتت تحدثنا عن الابيوس والكنترول، تحدثنا عن الإساءة في المعاملة وحب الحكم والتسيطر. اليوم الموضوع شوي مختلف، عمالنا نحكي عن الجزء السلبي بالمعاملة. ففي كم نقطة لازم أوضحها حتى نحدد مجال أو نحصر مجال الحكي اليوم بالضبط عن إيش. بالنسبة إلي، كان ممكن إنه نتحدث عن الزوجات السلبيات مثلاً أو الأشخاص السلبيين. يعني إحنا مش عم نركز بس على الرجال، بس هذا موضوع الحلقة اللي أنتوا طلبتوه مني، إنه نحكي كذا ريكوست أجا إنه نحكي عن الزوج السلبي وكيف نقدر إنه نتعامل معاه. والظاهر في معاناة كتير في هذا الموضوع. فبالنسبة إلي زي ما حكيت، ما في فرق بين الرجل والمرأة. بالنسبة لأي معالج متكامل اللي هو الهوليستيك ثيرابيست، مبادئ العلاج ما بتتركز على جنس الواحد ست أو رجال، ننظر للشخص كشخص. ولكن لأنه معظم المسجز أجوا من ستات، فقلت أوكي بتطرق لهذا الموضوع. النقطة الثانية إنه حقيقة في فرق بين الرجل والمرأة، في فرق من ناحية التركيب الفيزيولوجي للدماغ للأعصاب، في فرق بطريقة التعبير، في فرق بطريقة التواصل. فيمكن هاي الأشياء بتغيب عن بالنا وإنتوا بنص. هاي سليم، nice to see you. وإنتوا بنص المعركة، فما بدنا عراك اليوم، بدنا نوفق بين وجهة النظرين حتى هالشخصين اللي مربوطين بهالعلاقة يقدروا انهم يشوفوا طريقة مختلفة للتعامل. فبشكل عام، لا مش بشكل عام، بالتحديد اليوم عم نتحدث عن الزواج اللي نوعا ما سعيد او سعيد بشكل معقول، يعني بالانجليزي reasonably happy. والسبب اني قرأت كتاب يمكن من 30 سنة كاتبه دكتور نفساني اسمه بول هوك. بول هوك كان متخصص بالعلاقات الزوجية، والحقيقة هاي النقطة عجبتني وركزت في مخي. فهو بيحكي عن الزواج السعيد نوعا ما، يعني بيقول so long as you are reasonably happy، سعيدين بشكل معقول، لأنه ما في إشي اسمه زواج مثالي، ما في إشي اسمه perfect marriage أو perfect relationship بنظري مش متواجدة، لأنه إحنا كبني أدمين منا perfect، والإنسان دائما بتغير ودائما معرض لعدة عوامل اللي بتخلي المعيشة معاه أو معاها صعبة، وبنفس الوقت بتخلي مع التعامل مع الحياة صعب. فالواحد بده يتذكر هاي النقاط. لما وآخر جزء رح أشارككم زي ما قلت وجهة نظري اللي هي ممكن تساعدكم إنكم تبدوا تشوفوا الموضوع بطريقة مختلفة، وساعتها بتقدروا تساعدوا نفسكم إنه توصلوا للحل اللي بناسبكم. فأنا ما عم بملي حلول، إحنا عم نتبادل آراء. أول نقطة خليني أشارككم الرسمة هاي. أول إشي رح أشارككم الآراء اللي وصلت لما أنا سألت المتابعين وسألت كمان كوتشز. والحقيقة يمكن لازم أبلش بهاي السلايد، السلايد من الكوتش سميرة، بعتقد إنها معانا اليوم، وتابعوها وشيكوها. سميرة متخصصة بالأتيكيت، بالأتيكيت سواء بالبزنس للأطفال بالتعامل مع الناس. فهي برأيها إنه في فرق بين الرجل والمرأة من ناحية هاي النقاط. هذا الشباك ما بقدر أزيحه، بس رح أحطها بعدين بالبوست فبتقدروا إنكم تشوفوها.
فهذا هو الفرق اللي هو بالتعبير وبالتعامل بين الرجل والمرأة. يعني ما تفتكري أبدا إنه جوزك رح يحكي أو رح يفهم مثلا لما أنت عندك ضرورة ملحة إنه بدك تحكي، لأنه الرجال ما بيحكوا. بنفس الوقت في ستات خاصة في مجتمعنا بيفكروا إنه لازم يشاركوا رجلهم في كل كبيرة وصغيرة، على أساس إنه يكون في نوع من التشارك، نوع من البارتنرشيب، يعني شريك حياة. أنا باعتقادي مش ضروري، مش ضروري مثل ما بقول بالفلسطيني كل ما دق الكوز بالجرة تسألي جوزك، لأنه هذا ممكن يعمل خلاف، ممكن يعمل ناء. يعني الأشياء اللي بتقدر تختصري وتدبري حالك فيها دبري حالك فيها. ولكن الكومنتس اللي أجت من المتابعين بتقول، يعني لما أنا سألتهم، سألت الكل إنه كيف تتعاملوا لما يكون شريك الحياة سلبي، معظمهم استخدموا كلمة نرجسي، كأنه إذا في خلاف لازم يكون الرجل نرجسي. مش بالضرورة يكون نرجسي، أنا ما عم بتكلم على الناس النرجسيين بوجه عام اللي هو نارسيسست، لأنه هذا حالة نفسية تتشخص من دكتور نفساني. إحنا عم نحكي من ناحية اللايف كوتشينج أو اللايف منتورينج، وبالتحديد من طريقة شغل اللي هي أنبوكس، إنه الواحد يفك حاله من العلبة اللي هو حاطت حاله فيها. فلما برأيي لما نبدأ نحط ليبلز على الناس إنه هذا نرجسي، هذا سكيزوفرينيك، هذا كذا، راح تضل هاي الصورة بذهنك. فكل ما حكيتي معه راح تضلك تفكري إنه هو نرجسي وإنتي ما فيك أبداً إنك تتكلمي معه. في متابعة تانية حكت لي إنه جوزها كان هالقد سلبي لدرجة إنها وصلت لعدم الثقة بنفسها وعدم الثقة بآرائها وبذوقها وبتربيتها لأولادها. يعني طفشها على الآخر. يمكن يكون نرجسي، بس من ناحية الهوليستيك ثيرابي هذا تشويش لسلوك الإنسان، بالإنجليزي distorted behavior. يعني الواحد ما بينخلق هيك، يمكن ينخلق بصورة كاملة، بس حسب التربية وحسب تعامله وحسب قديش الناس بتسمح له إنه يتمادى في تعامله رح يضل هيك، ومع الوقت رح يصير أسوأ لأن ضغوط الحياة كتير كتيرة. فأنت ما تتوقعي إنه لما يجي جوزك يدخل على البيت وعنده نهاره كله استرس وضغط وأمور تانية إنه يكون صديق أو رايق أو باله فايق. فبدك تكوني شوي حساسة، تنتبهي إنه أنت الوقت مناسب لحكي بأي موضوع يعني عميق. تانيا، هل في ضرورة لهاي كنت رح أسميها معركة، هل في ضرورة لهذا التواجه بيناتكم؟ وبعرف هيك لأنه عندي صديقة عزيزة جدا بتحب تشارك جوزها بكل كبيرة وصغيرة. يعني أنا ما بقدر، أنا بقولها حلي مشاكلك لحالك، هذا موضوع سخيف أنت قرري فيه. يعني وكانت تشكي دائما على جوزها، وسألتها أنت لما جوزتي هو كان هيك ولا انقلب وتغير؟ قالت لي لا، هو كان هيك. فقلت لها اذا انت اللي ما عم بتشوفيه زي ما هو، انت اللي عم تفرضي عليه انه يعاملك بطريقه معينه لانه هذه الطريقه اللي انت بتحلمي فيها. وضل الخلاف بينهم وضل الصراع مستمر لغايه لما بلشت تفهم انه تشوفه على حقيقته، تشوف شو الطريقه اللي بتقدر تتواصل وتوصل له، ومش ضروري تكون بالطريقة اللي هي بدها إياها. الإشي الثاني، لما أنا نفسي تجوزت أخوالي حكوني وبعد فترة وسألوني إذا جوزي تغير، قلت لهم ليش بده يتغير؟ قالوا لي إحنا هيك، إحنا كل الرجال بنتغير بعد الزواج. فأنا ضحكت لأنه ليش الرجال حاطينها بمخهم إنهم لازم يتغيروا؟ يمكن هم كمان عندهم تصور إنه لازم يتعاملوا بطريقة معينة لما يتجوزوا. يعني يمكن هم شايفين فكرة خاطئة وبالنسبة لهم هذه هي الفكرة المثالية، وبيشعروا بالنقص إذا ما تصرفوا بهاي الصورة. فدائما هذا اختلاف وجهات النظر رح أحكي عليه كمان شوي، إنه كيف الواحد ممكن إنه يتعامل معه. في قصة تانية رح أترك لكم إياها وإنتوا تقروها، لأنه هاي المتابعة طلقت من فترة بسيطة وشعرت إنها ما قدرت تتواصل ولا توصل بأي طريقة للتفاهم مع جوزها،
وشعرت انه سلبي جدا، يمكن لظروفه، يمكن لاسباب زي ما قلت مرقت عليه او تربيته، يمكن لانه هو عنده تصور انه هيك لازم يكون الزوج، هيك لازم يعمل، بجوز شاعر انه متحمل مسؤوليات كتير. I don't know. انا ايش بدي اقول، نظريتي، عندي كتير نظريات او principles، يعني مبادئ بعيش فيها، انه مش ضروري البني ادم يدخل براس التاني، لازم الواحد يراقب نفسه ويشوف كيف بقدر هو يتغير او يتطور عشان يقدر يتعامل مع هذا الشخص. فالمهم اخر المشوار وصل وصارت انه هي ما عندها اي سبيل اخر غير انها تنفصل، واخذها وقت من انه تبني نفسها. جوزها السابق كان مجوز وعنده اولاد، وهي فعلا حضنت اولاده ووصلت فيهم المرحلة انه هو زعل كتير ليش بتدلل اولاده اكتر منه، وكان يقولها انه انا رجال عظيم وانا محقق اشياء عظيمة، ويمكن هذا مش صحيح، فيمكن هذا يكون نرجسي. ولكن نقطتي انه كيف تتعاملي مع اي شخص، يعني سلبي نرجسي او غيره، بطريقة انك تحافظي على نفسك وما تزيدي الضغوط على نفسك، وحتى لو قررتي بالنهاية لسبب او لاخر انك تتركي او تنفصلي من هذا الزواج، ما تاخدك فترة تبني نفسك من اول وجديد. يعني اذا الواحد فهم اللي هو عم يمرق فيه وحاول يشوف وجهة نظر الشخص الثاني، رح يقدر انه يتعامل بسهولة اكتر مع الوضع. فهي بتقول هون انه هذا دمرها، سلوكه النرجسي دمرها داخليا وخارجيا، لانها وصلت لنهاية انها مش قادرة تتعامل معاه وانفصلت. اللي انا بدي هقوله بالنسبة لي، كل شخص إذا بتتذكروا هاي الرسمة عرضتها بالحلقة اللي فاتت، كل شخص له دائرة، له حيز، له سبيس، زي ما بدكم سموها، بس فعلا كل واحد له حد معين أو حيز معين من المكان أو الحيز الشخصي. فاللي بصير إنه لما اثنين يعيشوا، يتزوجوا، يعرفوا بعض، يتعايشوا، يكونوا شركاء لفترة، احنا منفكر انه احنا وصلنا لمرحلة الزواج، خلاص مندخل بنمط معين ومنبطل نطور من نفسنا. فهاي الدائرة لكل فرد، والمساحة اللي بيشاركوا فيها وبيضغطوا فيها على بعض هي المساحة اللي بالنص اللي عليها السهم الأسود. هاي حسب هذه الشركة. هلا انت شو بتحطي بهالشركة هذا اللي رح تجني. واذا انت ما تطورتي مثلا ورجلك تطور وتغير ومضغوط لدرجة مش عارف يعبي منيح، انا ما عم بعذر الرجال، عم بحاول اخليك تشوفيها من وجهة نظر تانية، رح يصير في فرق، لانه حجم الحيز هذا رح يختلف. اللي نصحته لصديقتي انها ترجع لاول يوم تجوزت فيه وتفكر ليش جوزها اختارها هي. كانت إنسانة interesting، مثيرة، عندها اهتمامات مثيرة، ما بعرف كل الأسباب سردت لي إياها. قلت لها طب أنتي وين من هاي الأسباب؟ قال لا، هلأ الحياة تغيرت. ليش؟ في نساء لما بتتزوج completely بتنسى حالها بشكل نهائي. طب ليه؟ المهم، فعشان يكون الزواج ناجح لازم كل شخص يتحمل هو مسؤولية تطوير أو تنمية نفسه. إذا كان في سلبيات اللي هي كبيرة واضحة بالأحمر، سلبيات لازم هاي تضل برا الدائرة، أوكي؟ وإحنا ندخل باللي بالسكتر بالجزء البرتقاني هذا، ندخل بس الصفات الحسنة. يعني إذا أنا عندي عدم ثقة بنفسي من قبل ما أتجوز، أنا مسؤولة إني أنمي أو أصلح أو أعدل من هذا السلوك وأعدل من عدم الثقة، مش أرمي كل تقلي على جوزي إنه لا لازم يستحملني ولازم يتقبلني زي ما أنا وما بعرف شو. ولكن إذا جوزي عنده مشاكل معينة اللي هي هاي السلبية، وأنا عملت هيك لما تجوزت، قبل ما أتجوز قلت له لجوزي لا، أنت عندك كذا كذا مشكلة، روح أنت حلهم، خد وقتك، أنا ما بدي أحل لك ياهم لأنه أنا بدي أشوف إنه أنت حليتهم.
وكان أسلوبي واضح وكان أسلوبي صادق وهو قدر هذا الشيء وفعلا أخذ وقته وحل مشاكله. بتكون نمو الزوج والزوجة بهذا الأسلوب كتير كتير إيجابي، ولابد أنه يكون في صداقة بينهم أعمق، لأنه مش كتير ناس بتتجوز عن صداقة، غالبا في نوع من الأمل أو معلش أسميه سذاجة في التعامل، أنه بتبقى البنت جاهزة محضرة فستان العرس، محضرة الألوان، محضرة وما خص العريس، يعني بتبقى بس أنه العريس بيجي آخر لحظة وبده يوقف. طب كيف هيك؟ فدائما في توازن بهذا الحيز الدائري، شو ما عندك حسنات إلا ما تسجبي لنفسك إنسان بهاي الحسنات. بنفس الوقت إذا عندك emotional baggage اللي هو أمور أو blocks يعني عاطفية، برضو رح تتعاملي فيها مع زوجك. فهم وجهين لعملة واحدة، حسناتك وسيئاتك أو نقاط التشويش أو النقاط الممتازة اللي عندك هي وجهين لعملة واحدة. فبدك تفكري أنت إنه إذا أنا شايفة حسناتي ليش أنا مش شايفة سيئاتي؟ لابد إنه في عندك سيئات، هاي السيئات من واجبك أنت تطوريها، وإذا جلبتي الإيجابيات واستثمرتيهم بهالعلاقة بينك وبين زوجك رح تجني إشي كويس. طبعا أنا ما عم بقول في يعني أجواز لا يطاقوا بجوز، بس أنا ما عم بحكي عن المشاكل النفسية لأنه هذا واجبهم يروحوا يعملوا عند دكتور نفساني. الإشي الثاني اللي بدي هقوله، سألت كوتش تانية بالسعودية نادية بخش لأنها ناجحة جدا بهذا المجال، إنه كيف بتساعد زبينها لأنه هناك في مشكلة أكبر يمكن. فقالت لي يعني بالنهاية إنه الواحدة تختصر بس ما تقبل قلة الأدب اللي هو فعلا السلوك السيء، أما إذا ما بده يحكي ما بده يحكي، ولكن إذا ابتدى بسلبيات يطعن انت اطلعي برا الأوضة ما تردي وما تعملي حرب، بس اطلعي مرة مرتين ثلاثة ما تناقشي إلا ما يحس بالفرق. ومعظم الرجال اللي هم شوي بفهموا واثقين من نفسهم، ما عم بحكي عن أي رجال مريض أو عنده تشويش بالتصرف، إلا ما يحس إنه هذا أسلوب التعامل ما عم بيشتغل. وإذا فعلا في تفاهم وحب واحترام إلا ما الشخص التاني يتغير، إذا عاملتيه بالصدق بكل صدق مش من ناحية حب التسيطر والتحكم. فهذا الوضع الإيجابي، هذا الوضع السلبي. لو كل واحد رمى تقله على شريكه هو هيك هو هيك هو هيك، أنا بلومه هيك، لما بيدخل بيعمل هيك، بيرمي الأغراض، بيعمل مش عارف إيش، راقبي نفسك رح تلاقي إلا ما في إشي مماثل. مش عارفة كلكم ساكتين سامعيني، give me thumbs up حتى أعرف. فلو كل واحد اهتم بسلبياته وصححها إلا ما تلاقي المساحة اللي أنت بتشاركي فيها جوزك صحيحة، مش بس صحيحة رح تكون مثمرة ورح تكون العلاقة أعمق بشكل طويل بشكل عميق يعني really deep، وراح تتحسن العلاقة بيناتكم. فأوكي شكرا لأنه قلت فجأة برك الخط انقطع. أوكي فهذه كانت أول رحلة، أنه لازم نحصر الموضوع. إحنا عم نحكي على الزواج السعيد نوعا ما، شفنا إيش أراء المشاهدين كانت معظمها إكستريم، شفنا إيش أراء الكوتشز انه اختصري وانه افهمي انه في فرق بالتعامل بين الرجال بطريقة التعامل او طريقة التعبير حتى او اختيار الكلمات، في فرق بين الرجال والستات، فلازم نتقبل هذا الشيء. واللي انا ضفته كمان وعرضته عليكم انه ما تتخيلي هو بفتى الاحلام، شوفيه زي ما هو. You have to see the person for what they are. اذا شفتيه على حقيقة امره رح تلاقي اسلوب انك تتعاملي معاه، بس إذا كل الوقت قارنتي زوجك بصورة مثالية بعيدة عن الواقع ما رح تكوني سعيدة ورح تتعبي كتير. وعلى فكرة بحب أوضح اللي هي سعيد نوعا ما، لأنه ما في شيء perfect. فلو قلنا هذا الخط اللي بالنص perfect، هو مش خط، هو حيز أو مجال، يعني مرات بكون قريب على الإيجابي مرات قريب على السلبي أكتر، فمقدار السعادة بتراوح، بس مش معناته انه زفت وخلص وبدي اترك. فبالنسبة لي يعني انا لما هقبل زواج معناته انا بدعم هذا الزواج 100%،
وبحاول على قد ما هقدر أصلح من نفسي وأحترم وعدي وكلمتي أنا. فهذا كمان بيعتمد على الشخص الفرد نفسه قديش في عنده نضوج فردي ونضوج عاطفي. والوجهة النظر المختلفة اللي هي هاي، خلي الشحنات السلبية برا وتأكدي تماما كل شخص بتتعاملي معاه بس بالأخص شريك الحياة، لأنه وجهك بوجهه ليل نهار وبتتعرضوا لضغوط كتير، وضغوط هاي ممكن تبقى هدية إنه الواحد يصلح من سلوكه يطور من نفسه، يعني مش بالضرورة إشي سيء. واللي بيحصل مرات وشفته من الستات كتير، كلهم بيشكوا على جوازهم فبتحمسوا وبيحمسوا بعض ضد بعض. ما تعملي هيك، ركزي على نفسك، اسألي نفسك إيش بقدر أعدل، إذا في شيء بتقدر أنت تعدليه عدليه، لأنه أنت 50% من المعادلة. زي ما قلنا نمي نفسك لأنه أنت 50% من المعادلة، يعني ما حدا رح يغلب أو يخسر، إحنا مش بمعركة. وبعدين مش كل نقاش ضروري، يعني الرجال تقريبا عمليين، الست اللي بتحب تحكي عاطفة أكتر. بالنسبة إلي زي البردقان والتفاح ما فيك تقارنيهم، كل واحد له ميزاته. فهي النقطة إنه كيف نتعاون ونقابل بعض نص الطريق، فمش كل إشي ضروري يحكي فيه الرجال. يعني إذا أنت متحمس كتير على شو بدك تلبسي وشو بدك تعملي، طب هو يعني he's not interested، هو ما بيهتم بهيك أشياء. ففي أشياء أكتر إنكم تتحاكوا فيها. وبنفس الوقت شو هو المهم بالزواج؟ الأولاد، الترباية، الأسلوب، يعني المبادئ بدكم تتفقوا عليها. هذا حكي كتير مهم ولازم ينحكى، بس بالطريقة المناسبة وبالوقت المناسب. فما في حرب، لأنه كان معظم ردة الفعل مشحونة وكأنه يعني إحنا قاعدين نحارب الرجال. أبداً، أنا كتير تأثرت بوالدي، بأخوي، بجوزي، في رجال تانيين بالعيلة عمري ما بنساهم، وأصدقاء كتير أثروا على تطوير شخصيتي وأفكاري. فلو ما وجدت هاي المعادلة كان يمكن أنا طلعت شيء تاني. فمش لازم نحس إنه إحنا بننافس الرجال أو بنتحداهم، أبداً. هو جزء وبيكمل بعضه، وبدك تتعب شوي حسب شخصيتك ونموك وفهمك ونضجك إنه تلاقي كيف المفتاح والقفل بيقدروا إنهم يلبقوا على بعض. يعني بدها شوي شغل إذا أنت نوعاً ما سعيدة. إذا كله غلط هذا اتجاه تاني ممكن نحكي فيه بحلقة تانية. فتذكروا لي هاي إنه ما في شيء مثالي، هو حيز الوسط مش خط الوسط، وبدنا نحاول نتلاقى بالنص. المشاهدة المشاهدة اللي تعبت كتير من جوزها اللي كان فعلا يمكن نرجسي أنا ما بعرفه، أثر فيني كتير، وخاصة يمكن بعالمنا. بس apparently حسب كوتش نادية أو كوتش سميرة، لأنه هم عندهم يمكن خبرة في الوطن العربي أكثر من الغرب، ما في فرق بالجنسيات. وأنا هذا اللي لقيته حقيقة، في فرق بمستوى فهم، وعي، إدراك الإنسان. يعني مش بالضرورة أنه العرب هيك، مش بالضرورة أنه الأجانب هيك. أنا زوجي كان أجنبي، بس طريقة يعني هذا الرجال مين بيربي؟ الرجال النرجسي اللي مش عارف ايش او whatever، يعني مين بيربي؟ فانت كيف رح تربي ولادك؟ رح تربيهم زي بعض البنات والولاد؟ هل رح تربي ولادك انه يحترموا الست ويعرفوا كيف يحكوا ويتفاهموا، ولا هم رح يربوا لحالهم ويحسوا انه الرجال لازم هو دائما يلاقي الحل مثلا، او هو دائما لازم يكون بالسيطره، لانه اذا ما سيطر بكون مش رجال. يعني الله يعلم هو كيف تربى وشو داخل افكار براسه. بس كتير شفت ناس تشكي بس ما بتربي اولادها، الاولاد الصبيان يعني، بحيث انها تنشا بهاي النشاه. فدائما لما بيقولوا له مثلا المراه مقموعه او مش عارف ايش، مين اللي بقمع المرأة مثلا غير المرأة؟ هذا موضوع تاني بس بحب أحكي فيه. بس بنفس الوقت، طب هاي المرأة شو عم تعمل؟ ليش ما نمت من نفسها وحسنت أو أحسنت في ترباية صبيانها إنهم يطلعوا بطريق إنهم يحترموا ويتعاملوا مع النسوان بصورة تانية؟
يعني مثلا احنا لما تربينا ابدا ما كان في فرق بين انا واختي واخي الله يرحمه، ما كان في فرق، ما كان عنده اي ميزات غير عنا، ما توجه له توجيهات غير اللي بتختلف عنا. يعني اذا الرجال تربى انه يحترم المراه كاخته وكامه مش كانسان هو ملزوم بالمسؤوليه عنها، ويحس انه بس في تقول بس ما في مجال للمشاركه، وبطبيعة زي ما حكينا الرجال عامة من أي بلد ومن أي جنسية يمكن ما بيحبوا يحكوا بس بيفهموا بالتصرفات. فإذا بدك تصححي أي أسلوب سلوكي بدك تشوفي أنتي شو بدك تعمل أكشن، مش كلام كلام كلام. يعني إذا الكلمات جربتيها وما زبطت زبطي الأكشن، معناته طريقة الكلام هي غلط، بس لو أخذتي موقف بصورة إيجابية بدون حلة أدب وصراخ وخناق، بس انه انسحبي خليه هو يواجه النار اللي هو بيطلقها لحاله حتى ينتبه انه انت مش مصدر الخلاف وهو المشكلة عنده. وممكن بكل محبة ينتبه لهالشي ويوصل لدرجة اذا على المزبوط بحبك وبيعزك وجواز سليم زي ما حكينا انه لا بده يهتم بحاله حتى يقدر يستمر بهاي الزواج او هاي العلاقة. فأنتي لما بتتحدي، لأنه إحنا نسوان عاطفيين، أنا بعرف نسوان بيرموا غراض بيرموا أشياء وهم يعني very dramatic، هاي الدراما عاطفة، العاطفة مش غلط إذا توجهت بأسلوب صحيح. ودائما بشكل عام أمرار المشكلة مشكلتنا، أمرار فعلا المشكلة مشكلة الشخص الثاني، بس إحنا عم نحكي على علاقة reasonably happy إنه أنتي موافقة أو مبسوطة، كيف بدك تزبطيها لمصلحتك بس لمصلحته، ولكن من النية السليمة انه انا مش بنيتي اسيطر عليه، مش بنيتي اتحدى، هي النية امسك المراي وأورجيه بالضبط انه هذا اسلوبك هذا كلماتك بدون الحكي اذا الحكي ما زبط. فحتلاقي انه حجم المشاحنات رح ينزل رح ينزل، بس بالنهاية بعتمد حياة هذا الرجل كيف كانت. واهم من هيك بدي اترككم بفكرة انه كيف تربى ومين رباه. فإذا أنت بتخافي على الأجيال اللي جاي اهتمي أكتر إنه كيف تربي أولادك أو الصبيان أختك أو whatever، يعني القرايب اللي قراب عليك. وشكراً كتير، وأرجو إنكم تكونوا استمتعتوا، وبشوفكم يوم الاثنين والأربعة بالإنجليزي. إذا في أي موضوع بدكم تحكوا عنه let me know، وقولوا لي شو رأيكم. وآي هوب إنكم تكونوا بخير وبسلامة، وبتمنى لكم عيد كتير سعيد، وشكراً على وجودكم معي اليوم، بقدرها كتير، فأمان الله.